آخر، يعني إذا تحدثنا عن أيمن حسين وانتقاله إلى الجزيرة الإماراتي، تعتبر خطوة للأمام أم للخلف؟ حقيقة نتمنى أن تكون خطوة إلى الأمام لعدة أسباب. أولا، الجزيرة الإماراتي يعني يحتل الترتيب السادس في جدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن المتصدر، وبما يعني أنه هذا الفريق أمام فرصة لأن يكون في المقدمة في المنافسة على بطولة الدوري، وأيضا إذا احتل أحد المراكز الثلاثة الأولى سيكون مؤهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا وباقي البطولات القارية، وبالتالي ستكون الفرصة أفضل لأيمن حسين. أيضا الأيمن حسين سيكون بديلا لعلي مبخوت، هذا المهاجم التاريخي لنادي الجزيرة والمنتخب الإماراتي، وهذا يعني أن هذا المركز سيكون مهم جدا، بحاجة هذا الفريق إلى هداف. ووقع الاختيار على أيمن حسين في الساعات الأخيرة قبل إغلاق فترة الانتقالات يوم أمس في الإمارات. طبعا أيمن حسين أنهى كل الإجراءات بالأمس هنا في قطر، تم إنهاء الأوراق الرسمية بشكل كامل. طيب، الانتقال إلى الجزيرة جاء بنظام الإعارة أو بصفقة رسمية؟ صفقة انتقال نهائي، حصل الجزيرة على بطاقة دولية للاعب وانتقل بشكل نهائي إلى الجزيرة الإماراتي. وأيضا يمكن هذا الموضوع يأخذنا إلى ما تطرقنا إلى قبل أيام في أهمية أنه خروج من هذه الدائرة والانفتاح على أبواب أوسع وأكثر احترافيا في الدوريات أعلى مستوى فنيا، من خلال انفتاح على وكلاء الأعمال، وأن نبحث كيفية استقطاب الكشافين لتسليط الضوء على لاعبين وانتدابهم إلى أندية بمستوى عالي في دوريات أكبر.